أحلى السهرية مع صوفيا. عسلامة أمين، عسلامة هبة. حضرت لكم اليوم الصمصة بالجلجلين، حاجة هيلة برشا وبنينة برشا. وحضرت لكم زيدا للسهرية موس شوكولا للناس اللي يحبوا الشوكولاتة، حاجة هيلة برشا وسهلة باش تخدموها. صمصة الجلجلين ليزانغريديون هذوما تجمو تعملوا بهم 20 بياس. ناخذوا 12 ورقة ملصوقة سبيسيال صمصة، 300 غرام جلجلين، 100 غرام سكر محور، 4 مغارف عطر شيا، و50 غرام زبدة. وللشحور ناخذوا 500 غرام سكر، 200 مليلتر ماء، زوز مغارف عصير قارص، ومغرفة عطر شيا. أول حاجة نحطوا الشحور متاعنا يطيب، نحطوا السكر والماء والقارص في كسرونة ونحطوهم على نار هادية. وقت اللي يطيبوا تزيدوهم غرفة العطر شيا وتطفيوا النار. ناخذوا الجلجلين نعرجوه على نار هادية، ما يلزموش بنار قوية خاطر يتحرق، هو سنسيبل برشا وفي ساعة ما يتقلى. نرحيوه ونخلطوه مع السكر المحور والعطر شيا. ناخذوا اوراق الملصوقه نقصوا دي بون دو 7 سنتيمتر دو لارجور، ندهنوهم بالزبده الكل بالكدا. نجيو للطرف الملصوقه ونحطوا شويه جلجلين ونطويو من اليمين لليسار من اليسار لليمين حتى نتحصلوا على بريكه صغيره. نقليوهم في الزيت يكون سخون، نخرجوهم يستقطروا ونشحروهم ونقدموهم في السهريه ومع الموس وشوكولا. ناخذوا 300 غرام شوكولاته كتويب هذيك باتيسيير، وناخذوا 150 غرام سكر و4 كعبات عظم. نذوبوا الشوكولاته في بامغي ونركضوا اصفر العظم مع نص كميه السكر حتى لين تعقد وتولي بيضه، ونركضوا ابيض العظم مع نص كميه السكر اللي خليناه. نخلطوا الشوكولاته مع اصفر العظم ومن بعد نزيدوهم ابيض العظم ونحركوه ديما من الجناب نتاع الصحفه، ونصبوه في كيسين وتقدموه بارد. وصحه وبشفاء ليكم. تحلى السهرية مع صوفيا.